أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء الريان هو الديربي القطري بالنسبة حق قطر يعني، ومباراة مهمة يعني، وإحنا محتاجين 3 نقاط، وإن شاء الله التوفيق بيجي من رب العالمين إن شاء الله. مباراة السد نهائي كأس الأمير والريان الدوري، فهاي كل شيء اختفى عن الثاني، بس إن شاء الله أنه يعني عشان نكون أجهز. الحمد لله عندنا مباراة الريان وبعدين مباراة الحيل وعقب النهائي، فإن شاء الله نواجه السد نكون جاهزين إن شاء الله يعني. كثرة الإصابات يعني، الإصابات حمدي سبستيان، عندك المهاجمين مهدي وترابي، هاي يمكن سبب مشكلة يعني أو أساس يعني إنه مش قاعد يسجل الفريق، بس إن شاء الله الفريق جاهز يعني، كل لعيبة موجودين إن شاء الله راح نسجل يعني إن شاء الله. قوة الفريق العربي بروح اللعيبة يعني، هالشيء من زمان روح الفريق هي اللي تساعدهم يفوزون في أصعب المباريات، فإن شاء الله إن هالروح راح تكون موجودة مباراة الريان وراح نفوز إن شاء الله يعني. صحيح إحنا المركز العاشر وهاي عيب بالنسبة حق النادي العربي، إن شاء الله الشباب وأنا أولهم يعني، إن شاء الله إحنا الشباب راح يشدون حيلهم أكثر وأكثر عشان نوصل في أعلى مراكز إن شاء الله يعني.